يقول أنا أديت فريضة الحج والحمد لله على كل حال، ووالدي حج حجة الإسلام، وأنا أريد أيضا أن أحج حجة وأنويها له، ما هو توجيهكم؟ هذا شيء طيب، هذا من البر لوالدك. إذا كنت أديت حجة الإسلام وتريد أن تحج عن والدك تطوعا، لأن والدك تذكر أنه أدى فريضة الحج أيضا، وإنما تريد الزيادة من الخير له، فهذا من البر والإحسان لوالدك بعد وفاته. فجزاك الله خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا.